تمتاز منطقة القصيم بأرضها الخصبة ومياه جوفية عذبة جعلت منها سلة المملكة الغذائية، وتتنوع المشروعات الزراعية التي تنتج كميات كبيرة من مختلف أصناف وأنواع الخضار بإنتاج مستمر وجودة عالية. حوالي 250 بيت، والحمد لله الإنتاج يتراوح من 10 إلى 15 طن يوميا تقريبا. خضار المنتجة الآن الفلفل بأنواعه، فلفل شقرة وفلفل شكيرة وفلفل رومي أحمر وأخضر وأصفر، وبالنسبة للطماطم والخيار والباذنجان والكوسة. تقنيات زراعية حديثة تسهم في ترشيد استهلاك المياه. البيوت المحمية مكيفة تكفي كثير من المشاكل، لا مشاكل رش ولا مشاكل ري، يعني الري يعني يكفينا باليوم 5 إلى 10 دقائق فقط. دور فاعل للجهات الحكومية لمتابعة المحاصيل وتقديم الاستشارات الزراعية. طبعا وزارة البيئة والمياه والزراعة تسعى دائما لتقديم الإرشادات الزراعية، كذلك دورنا رقابي على هذه المنتجات في متابعة متبقيات من هذه المبيدات بشكل آمن. ويأتي هذا المشروع إلى جانب المئات من المشاريع الزراعية التي تعد رافدا اقتصاديا وتعزيزا للأمن الغذائي في المملكة. لقناة الأخبارية علي العطينان، مركز روضة الجوار.